انا مبسوط قوي اني هشوفك النهارده. وانا كمان. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه كويسه؟ ده بيت. اهلا وسهلا. ده بيتك الجديد؟ لا ده مش بيتي. اتفضلي. ده مش بيتي طبعا، ده بيتي انا وصحابي. اتفضلي. جينا انا وشريف واياد هنا وقاعدين كده فتره يعني. طب يعني انت مديني ميعاد هنا يعني لما الناس دلوقتي تفتح تلاقيني قاعده مع ثلاث ولاد لوحدنا يقولوا ايه عليا في بيت واحد؟ انت قدها وقدود طبعا يا بابا، بس يعني بنت سمعه برضه. انت بنت راجل. طب ايه؟ ايه؟ اذا تشربي على طول كده. المفروض كرم الضيف واجب. اكيد. بس بصي من دي عشان تعرفي ان انا عارفك كويس، دي ايوه موجوده هنا جاهزه. ربنا يخليك. بس نحط دي ونضغط. انا بحبك من قليل يا ماكسيم. طبعا. عامله ايه؟ تمام. ليه التمام دي؟ عندي مشاكل. مشاكل؟ على فكره هو من امتى ما كانش عندي مشاكل ماكسيم؟ عادي. هو احنا كلنا عندنا مشاكل. طول شغلنا يعني تبسط قوي الحقيقه. مشاكل شغل يعني؟ مشاكل شغل؟ اتفضلي. السينما ايه؟ السينما اخر حاجه سينما عملتيها كانت من كتير. انا سبت السينما بعدنا عنها كده بقالي شويه يعني 4 سنين 5 سنين. ليه؟ كنت زهقت. انا بزهق. لا والله كنت انا اشتغلت كتير قوي سينما فحسيت ان عارفه ما تشبع. انا شبعت من المنطقه دي. انا بقالي كتير مش مركزه قوي للمسلسلات، انا وحشاني المسلسلات، فروحت ركزت هنا شويه. وعارفه ما تحس ان عندك مخزون يكفي في السينما ان انت ممكن تقعد شويه ما تعملش يعني تاخد منها بريك. ده اللي انا عملته. طيب بصي السينما بشكل عام بالنسبه لك يعني ايه اللي ناقصها في الفتره دي؟ يعني ايه اللي حسيت انت بعدتي عن السينما؟ اكيد بيبقى في سبب ان انت حسيتي في حاجه ناقصه في السينما عشان بعدتي عنها. لا هو مفيش حاجه نقصت، بس هو الناس ما بقتش طريقه حماسها للسينما مش زي الاول. عارف بعرف منين؟ من نجاح الافلام. في الوقت اللي انا كنت بشتغل والله وجه الزمن اللي بقى بقول في وسط الكلام ايام ما كنت انا بعمل سينما. ليه كده؟ ليه كده؟ ما علينا. لما كنت بعمل افلام والافلام دي كانت تنجح، النجاح كان بشكل غريب. السينمات كانت بتتكسر يعني. فاكره في رحله حب هم كسروا السينمات علينا مرتين من كم الناس والكم الحماس اللي هم فيه. الفيلم طريقه النجاح كانت الناس بتبقى فرحانه وفرحتها كانت بتبقى باينه قوي. دلوقتي لا. سوكسيهات في السينما عاليه قوي، طريقه التسقيف والضحك عالي قوي. شباك التذاكر بالضرب يعني. حاجات كده ما بقتش اشوفها دلوقتي. اشوف حتى فيلم ناجح اسمع ان هو عامل ارقام، لكن ما بشوفش الحاجات اللي كانت اوفر دي. فتحس ان طريقه انبساط الناس قلت، ما تفهمش يعني الحماس راح فين عندنا. ما اعرفش. فهو ده الحاجه الوحيده اللي بحسها بقت ميسنج في السينما، لكن بقيه العناصر زي ما هي، بل بالعكس احسن وبتزيد من تقدم لتقنيات للافكار الافلام اللي بتتعمل. ميرسي يا حبيبي قوي، انت عينيك احلى والله. يعني معقول تبسطني كده وانا بتكلم جد وعامله فنانه؟ يعني الرومانسية في الأفلام دلوقتي عاملة إزاي؟ مش حاسة إن في أفلام رومانسي كتير بتحصل اليومين دول أصلا يعني. ما أنا حاسة إن هما مركزين في أنواع تانية أكتر. في نقص في المكان ده؟ هو في نقص في السينما وفي المسلسلات يعني. هو ده اللي خلاني عملت السنة اللي فاتت وعد. إنه ما فيش، إحنا كنا ما بنعملش مسلسلات رومانتك في رمضان. تمام. نراعي النقطة دي. علشان ما اعرفش ليه كان في عقدة كده موجودة. أنا كنت أتكلم مع أي حد في إنتاج ألاقيه بيقول لي لا 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 تقيل ده في رمضان. أقول له ليه تقيل؟ لا لا، وبعدين الناس عايزة حاجة سخنة في رمضان وهيبقى هادي كده. وأقول له لا مش شرط يعني، إنه في أنواع حاجات رومانتك ممكن تبقى رومانسية وفيها شد وجذب وضحك وساعات يعني وأحداث سخنة يعني، مش شرط. صح صح صح. هو غالبا يعني فكره الرومانسيه بيبقى فيها مشكله ان الناس ما بتبقاش عارفه هي رومانسيه لازم تطلع من مين بالظبط. يعني يعني انت
بتاعتي. اه بنسبة. ليه بنسبة يعني؟ عشان يعني بشكل عام الستات بيحبوا الراجل الرومانسي. علشان هي لازم تتظبط بنسبة معينة، لا تبقى مفيش ولا تبقى في نفس الوقت اوفر، علشان ما يقلبش. يقلب ايه؟ ثانية واحدة ادور على مصطلح. يعني نحنوح تقيل. يعني ما تزهقش ما تملش. بص، اي حاجة في الدنيا لما تدي منها اوفر دوز، يعني يحصل لك اوفر دوز منها، هتتخنق منها وهتبوخ، مش هتتسمى بقى ساعتها رومانسيه الحقيقه. تتسمى تلزيق او كده. تقدري تفرقي ان الرومانسي الراجل الرومانسي على الراجل النحنوح؟ والله؟ ايه ده؟ اتفضل. عينيكي؟ عينيكي؟ اهو هنا بقى نبتدي التلزيق. فيها حته منوره. حته منوره؟ سبحان الله. جوه قلبي بتركب تراكيب جديده. جوه قلبي عاطفه مبلوره. مبلوره يعني اقسم بالله انا لو عرفت واحد. خلينا نمشي في اماكن من اطوره، وبعدين اغور في 60 داهيه. ايه رايك في الشعر ده؟ ده وليد اللحظه على فكره. انت شايف ان انا يعني انت شايف ان ده رومانسي ولا لا؟ بص يا مكسيم، هقول لك على حاجه. احنا طول عمرنا اصحاب طبعا. قول. لا كن صريح معلش. حاول ما تقولش الكلام ده لاي واحد. ليه؟ يعني عشان ممكن تقفل منك. بجد؟ طب انت عارفه ان زمان كانوا مثلا بيحبوا الشعر قوي. الشعر؟ ده شعر، بس شعر حديث. هو مش حديث. ايه؟ قديم؟ هو لذيذ. طيب عندك مجموعه من الرجال أصناف، تمام؟ في الراجل اللي عنده حسبي الله ونعم الوكيل مشكلة إن الرومانسية هي لازم تبقى من الست. هو المفروض الاتنين يعني. لا، هو بالنسبة له إن حتة الرومانسية، هو بيبقى رومانسي جدا وبيحب الرومانسية قوي وبيحب بجد ومخلص ويعشق الرومانسيه، لكن هو يعتقد بداخله ان الرومانسيه هي لازم يعني هي المنبع بتاعها من الست. ممكن تكون هي المفروض تحرك ده، او هي اللي تبتدي بيه، او whatever، بس يعني لازم يبقى هو برضو عنده رياكشن، ولازم يبقى هو بيقدر ده. هو مين اللي انت بتتكلم عنه؟ ومفيش حاجه لحد اصلا. اكيد موجود. والله؟ اكيد موجود طبعا. هتشوفيه طبعا. هشوفه، هيجي النهارده باذن الله. عايزه تتعرفي عليه؟ يا ريت. بس بصي، يمكن تتعرفي على حد يعني مش عارف يعني، لو ممكن يكون شبه فايق شويه. فاكره فايق؟ طب ليه؟ يعني ليه بتعمل كده؟ ليه تعمل معايا كده؟ خفتي على طول كده؟ لا، ليه تعمل معايا كده؟ يعني ليه؟ لا بس فعلا. انت قادره انك تواجهي الشخص ده؟ قادرة انك تتعاطي معاه؟ قادرة انك تدافع عن فكرة ان الرومانسية هي من الطرفين، هي مش من طرف واحد، مش بس من الست تحديدا؟ يعني هو ده واحد مقتنع منتظر الرومانسية من الست بس، وهو ما يديش؟ هو كده تركيبته كده. لا وريهولي. بجد؟ يعني جاهزة تشوفها؟ تعال. طيب. انا هفك لك تركيبته دي. هتفكيها بجد؟ طيب عيني. طب ما نشوف. يلا اتفضلي. اذا احنا رايحين في حته. لا عايزه تشرب؟ خدي معايا لو انت عايزه. طبعا خدي. على فكره عليك قوي ولا الشقه؟ بس ما ترجعش. روح. ماي، عجبني كذا حاجة قلتيها مع، وأهم حاجة إن إحنا متفقين على نقطة مهمة، إن الرومانسية مش تلزيق. إحنا هنتكلم مع بعض عن الرومانسية اللي بجد بين الراجل والست، صح؟ أنا أحب أكون متفق إن واقفين على أرضية واحدة، عشان لو هنختلف وما أعتقدش نعرف إحنا بنختلف منين ونرجع نتفق. ها؟ تمام؟ تمام. لازم الرومانسية بشكلها الحقيقي. الرومانسية أساسها الست. الست هي اللي بتخلق الجو الرومانسي. الست هي اللي لازم تكون رومانسية. مفيش حاجة اسمها راجل رومانسي.
اتفقنا؟ لا ما اتفقناش. ليه ما اتفقناش؟ علشان الراجل هو اللي بيدي احساس للست انها تبقى رومانسيه. ما ينفعش يبقى هو متبلد مثلا وهي مطالبه ان هي دايما تبقى هي الرومانسيه وهي اللي بتبتدي بالرومانس. هنرجع نقف على ارضيه نتفق منها تاني. وده كلامكم. الست عاطفيه. تمام. تمام؟ الرومانس عواطف. الراجل عقلاني، الرومانس مش عقلانيه. يبقى مين المسؤول عن الرومانسيه؟ العاطفه. صح؟ تمام. والست هي العاطفيه. تمام. يبقى هي اللي مسؤوله عن الرومانسيه. تمام. يبقى هي اللي لازم تقدم الرومانسيه دي. هي المسؤوله عن الحاله الرومانسيه. هي اللي لازم تكون رومانسيه، مش الراجل. ولما الراجل اللي قدامها يبقى مش مستوعب الرومانسيه او يقفلها او يبقى يا عيني عليك مش مشجع لده، تعمل ايه؟ هو ده. انا هقول لك. بصي دي انا حافظها طبعا. بس لازم انا كل ما اكون في علاقه او يعني لما اتجوزت وكده كان مراتي لازم تسمع الكلام. انت قلت لي تعمل ايه؟ الست معطاءه بطبعها. اوكي. فالست مطلوب منها حاجات تعملها. اللي هي الرومانسيه اللي مش تلزيق. تعملها عشان تبقى قدام البارتنر بتاعها او شريكها رومانسيه. شويه مجاملات ظريفه. شعرك حلو النهارده، لبسك حلو. اللي انت لابسه ده جميل. حبيت التيشيرت ده، حبيت القميص ده. تمام. كل شويه اتاكد على الصفات الحلوه اللي فيه. بحب طبتك، بحب ابتسامتك، بحب تفهمك. تعبر عن تقديرها لاي اقل حاجه ممكن يعملها. عرفتي؟ علق القميص مثلا، حط الجاكيت بتاعه في. الله الله، انت 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 فظيع. هتحس حس ان بصي تفهمه هي بتحس معاه ازاي. مثلا مثلا كده، انه انه بصتك ليا دي بتخلي قلبي يدق. تقول له ده. مثلا تاخده وتتمشى، تخرجه. تهتم بكل تفاصيل حياته. كل تفصيله في حياته تهتم بيها. تدلعه طول الوقت. حاجه تانية؟ هدي انا؟ لا انا عاملاهم يا حبيبي، انا عملت كل الحاجات دي. بص، هي هتعمل كل ده، هو هيعمل ايه؟ هيبتدي يبقى متقبل للرومانسيه دي. ياه، معقول؟ يعني هي بعد ما بتعمل كل الحاجات دي هو يبقى متقبل للرومانسيه؟ هيقول انا مع ست رومانسيه، انا عايش. الله، انا راجل محظوظ، انا عايش مع ست رومانسيه. فيعمل ايه؟ مش مطلوب منه يعمل حاجه. ايوه، هنا بقى مش مطلوب منه يعمل حاجه. عارف الارضيه اللي كنت بتقول عليها من شويه لازم نبقى احنا الاثنين واقفين عليها؟ دي انا هكسرها لك خالص النهارده. لأنه مفيش حاجة اسمها مش مطلوب منه يعمل حاجة. الراجل بتصرفاته وأفعاله والمشاعر اللي بيديها هو اللي بيفتح نفس الست إنها تعمل الحاجات دي. من غير ما تبقى شايفة قدامها الحاجات دي بتتعمل، مش هتعمل ولا أي حاجة من الحاجات دي. هي مش هتقعد طول النهار تحب فيه وتقول له الله عليك، وشوية شوية هتسقف له وهو حيلا بيحط الجاكيت على مش عارفة إيه وبيعمل إيه وهو ما بيعملش أي حاجة. عشان يقول أنا مع ست رومانسي، ما هو برضه مش لازم. بصي، ما هي هقول لك على حاجه. انا اتربيت في بيت كله بنات. تمام. تمام. انا عمري ما اعمل حاجه ليا، كوبايه شاي، اجيب ميه، هاتي ميه. مامتي انا ممكن احب اعمل ده، بس مامتي عمرها ما سابتني اعمل حاجه. فده اللي خلاني انا اشوف النماذج الناجحه للستات دي حواليا طول الوقت، انه الست معطاءه. انا عايز افطر الاقي خواتي هم البنات مظبطين الفطار. ماما انا داخل جعان، ما اضطرش اقول انا جعان او اي حاجه، الاقيها عامله لي غدا اللي انا عارفه انا بحب ايه. عارفه انا عايز. هو هي دي الست، هي دي المعطاءه المهتمه بالتفاصيل، اللي عارفه انت بتحب ايه تكره ايه وبتعرف تهتم. هي الرومانسيه دي، هي دي الرومانسيه. انا ما بتكلمش عن الرومانسيه الورد والدبدي. لا 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 لا، الرومانسيه هي تفاصيل. هي تفاصيل. فالست تهتم بالتفاصيل دي.
تخليني احس ان انا عايش الاجواء الرومانسيه دي. انت بقى جنب التفاصيل دي انت هتعمل ايه مقابل ده؟ هحترم ده بس. يعني هي تقعد شمعة تحترق طول النهار والليل رومانسية وتفاصيل وحافظة حاجتك وبتاع عشان انت تحترم ده بس؟ طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك نفس اللي انت بتطلبه، تحفظ هي بتحب ايه، تركز في تفاصيلها، تقول لها كومبلمنتس، تجاملها، ما تنتقدش فيها طول النهار والليل، ما تفكرش في نفسك بس، ما تبقاش أناني، ما تكذبش، ما تخونش، ما تبقاش تقيل. حقيقة في حاجات كتيرة مطلوبة من الراجل مطلوبة. هي لو عملت كده الأول أنا مش هعمل، أنا هعمل كده. يعني لو هي ابتدت لا. لازم هي اللي بتبتدي. كذاب كذاب، ما بيحصلش. بيعملوا كل الحاجات دي وانتوا بتعملوش أي حاجة. جربتي انت تبتدي وبعدين تستني؟ هو انا ما عملش اي حاجه غير ان انا ابتديت دايما ومفيش اي حاجه بتحصل الحقيقه، يعني عشان نبقى واضحين مع بعض. وقضيتيها تستني؟ بستنى. اه انت مش شايفني على حطه ايدك اهو. في اي حاجه بغيرها؟ تستني انه يقدر ولا يبقى رومانسي؟ هو انا بستنى الاثنين، لازم تقدر اللي بيتعمل لك ولازم انت يبقى ليك رياكشن، لازم من وقت للتاني تحس ان انت بتعمل ده عشان انسان يستاهل ده. يبقى انت ما بتعمليش كده لان الشخص اللي قدامك ما يستاهلش. ايه ده؟ يعني انت رافضة فكرة انك انت تكوني انت اللي تبتدي الرومانسية، او رافضة فكرة ان الرومانسية من عند الست اذا كان الراجل ما يستاهلش الرومانسي؟ بالظبط كده. يبقى لازم الاول احس ان هو يستاهل ده فادي ده. انت اللي بتشجع الست انها تديك دوز اكتر واكتر واكتر من اللي انت بتطلبه. كل ما هتلاقيك مقدر، كل ما هتلاقيك بتدي سنه، الست بترضى بحاجه قليله جدا. تديها حته قد كده هتلاقيها هي بتدي قدامها اضعاف. لكن انك تقعد تستنى كل اللي انت رصيته في الورقه دي اللي انا مش عارفه دي بتاعك ده، تغش منه انت ده في العلاقات، وهي لازم تكون مع كل الستات تعمل كل الكلام ده وانت ما تعملش اي حاجه، تقعد تنتظر بس وتستقبل وما بتديش، مش هيحصل. ايه ده؟ ما طبيعتي انا كراجل انا باخد الحاجات، انا استقبل طبيعة الست معطاءة. فأنا أني أكون أعمل ده قبل ما هي تعمل ده بخالف الطبيعة، يعني عكس الطبيعة ده. طبعا ده عكس الطبيعة طبعا يعني. هو الراجل يعني بيستقبل بس ما بيرسلش. معاك أنا، دي الطبيعة بتاعتك. افتح الورقة تاني. يعني أنا هعمل كل ده عشان أبقى راجل رومانسي ولازم أعمل كل ده؟ هي مش دي الحاجات اللي أنت طالبها تتعمل لك؟ طيب ليه ما بقوش كتير فجأة؟ يعني أنا لازم أقول لها أنت شعرك حلو النهاردة ولبسك حلو؟ تقولهاش تخنتي وخسيتي؟ وأقول لها أنه أنت بحب جسمك، بحب شكلك، بحب وأقدر أي حاجة، أقل حاجة بتعملها. لما تيجي تحكي لك على حاجة تسمع لها تحسسهاش ان هي بتقوله اي كلام تفاهه وجع دماغ، وهي مطالبه ان انت لو عندك اي حاجه عايز تقولها ان هي تسمع وتفهم وتدي رايها وخرجها وتخرجها. يا انا حاسه ان عيني متضرر جامد. وركز في التفاصيل، مع الموضوع التفاصيل ده صعب على الراجل. الراجل المسألة عنده أكثر عمومية كده، أكثر عمومية التفاصيل، أكثر عمومية. هي من جهة أكثر عمومية فهي أكثر عمومية. لا الراجل بيركز في التفاصيل كويس قوي، بس في الأول أول ما بيعجب واحدة بيفليها. دلوقتي هو ملوش في التفاصيل وما بتاخدش بالك من التفاصيل، بتركز في العمومية. ويعني بيدعي الرومانسية في اللحظات الأولى في العلاقة لغاية ما يحس انه الانسانه دي ملكه تماما. بالظبط كده. ما بيقعدش يعمل حاجه من دول، بيعمل في الاول هو بيمثل يعني.
ايه ده؟ حسيت بدناءة المخلوق صح؟ حسيت بمراية كده. ما هو ده اللي كان مطلوب من القعدة دي. بس في الآخر راما في تمسك جامد منك بالورقة دي صح؟ هات. حاضر هات. حاضر عايزني اعمل دق هعملهم. حاضر ما بعملهم طول عمري هعملهم تاني. حاضر يمكن يحصل اي حاجة جديدة. خلاص كده؟ المشكلة ان الورقة دي مش بس الورقة المكتوبة، المشكلة انه دي حاجة انا قلتها واتعاملت بيها. ف كان ايه الناتج؟ مش صعب اغير. ده اتعمل لك قبل كده ولا لا؟ كم مرة؟ كتير. عملت ايه؟ كنت عايش حياة رومانسية. بستقبل. ايوه. بستقبل وبقدر صح؟ وقت. حلو كده احنا كده تمام. احنا تايم اوت. تمام فرصه سعيده قوي. شكرا. يا ريت بقى تسيبني عشان انا دلوقتي يعني شويه يعني متضايقه شويه صغيرين. طيب ميرسي. طيب هقول لك انك انت هتقابلي حد تاني؟ ما عندوش مشكله مين اللي يبتدي رومانسيه عند الراجل، بس هو عنده مشاكل ما يقدرش يعمل الرومانسية دي. أسيبك بس تفكري في النوم. عايز الورقة ولا؟ أنا عايز الورقة معلش. معلش عيش من غيرها شوية. لا لا تيجي معايا فين يعني؟ ما أكيد هتكتب غيرها. إيه البيت ده؟ حول ولا قوة إلا بالله. مساء النور. ايه ده؟ يبدا كلامنا بسلامنا. يطوف على السامعين معنا. والمعنى في بطن الشاعر. اولا لاقي على الفستان قوي. عجبتك؟ ده بابونج غليها. تمام؟ ولو حسيتي باي تعب في اي لحظه ترتاحي على الاخر. ده لاسع بجد. تمام ميرسي يا حبيبي. العفو. ميرسي. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا معاكي جدا في كل اللي قلتيه. ميرسي. الحمد لله. ما نسيتي وكلام فاضي. احنا فاضيين. قريتي روميو وجولييت قبل كده؟ حلوه القصه. انا بالنسبه لي بقراها كتير جدا جدا جدا. تمام. بجد؟ تمام. كوميديا موت. كوميديا موت. وعارفه ايه اكتر حاجه بتضحكني؟ هو طالع على الشجره بقى وبتاع. دي اكتر حته بتضحكك. مخبول ضايع. البلكونه وقعت فوق دماغه. يا عم ده راجل ضايع. صح؟ صح؟ وفي الاخر تتسم وبتاع وهو يروح وتصحى تاني وبتاع. طب هي اشتغلته. طب لو ما كانتش قتلت نفسها. صح؟ عبيط. عبيط. والله لو ركزت في المعنى هتلاقي يعني في الكنافه خالص. بذمتك. الزمن ده. في وقت الحب والنحنحه؟ لا هو مفيش وقت طبعا. الله ينور عليك. صح كده. صح كده. انت كده صح. يعني وانت بقى انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما تستطرد كده. جواب ليا انا؟ لا دي ورقه بتاعت واحد حبيبي. بس انا احب اقرا الحاجات دي. بموت من الضحك. بموت من الضحك بجد. لا لا دي يعني شويه نصايح من واحد عاقل زيك كده. يا خساره. بس انت شكلك اعقل. الناس يبقى جواب رومانسي موت. انت هموت من الضحك بجد. بتضحكك الرومانسيه. حبيبي الغالي من بعد الاشواق. هو انت دي فكرتك عن الرومانسيه؟ يعني الرومانسيه بالنسبه لك حبيبي الغالي من بعد الاشواق وكده؟ لا في حاجات كتير جدا بشوفها بتضحكني اكتر. زي ايه بقى؟ يعني زي مثلا لحظات السلو موشن اللي هما اتنين وحشين بعض اللي هو احضان المطارات والحاجات دي. بجد ببقى يعني. هو انت لما بترجع من السفر وتقابل واحده يعني انت مرتبط بيها او بتحبها بتبقى حاسس بايه؟ بحبها؟ لا هو المصطلح لا سوري. هو يعني اما بتقابل واحده مرتبط بيها خلينا نتكلم عملي. رومانسيه. سكه. سكه وهدف بنوصل له وخلصنا بعدها على طول. يعني اشوف هي عايزه ايه؟ عايزه ايه مثلا؟ عايزه حضن مثلا وحبيبتي وحشتيني وبتاع وخلاص ماشي اوكي زي الفل. تقول لي ماشي حالك. فاهمه فاهمه طبعا. وايه تاني؟
لا بجد انا بتكلم بجد. انت متضايقه من كلامي او مستغرباه؟ هقول لك على حاجه. هو انا مش مستغرباه. ليه؟ لان انت بقيت 99% تفكيرك ده بقى 99% من اللي موجودين دلوقتي. الله ينور عليك يا ولد. هو ده الكلام وهو ده الزمن. امال ايه؟ والله العظيم بجد يا راجل مفيش وقت كلام فاضي بلا قرف. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ طيب انت بتشتكي من حاجه؟ انت بتشتكي من حاجه في الست يعني؟ انت ستات تمام؟ تمام جدا يعني، وانت شايفهم كويسين ما بيعملوش حاجه غلط. مين اللي بيعملوش حاجه غلط؟ يعني مش مقصرين او حاجه؟ لا 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 بيعملوا حاجه غلط ليه؟ انت الحياه ماشيه. الحياه ماشيه وبعدين ما فيهاش وقت. شغل وبتاع المفروض يعني. ما هو لو بعيد عنك في احساس يعني. لا ده يعني المفروض يعني يعني انا افهمك. اوكي يا ريت. عشان بس هبتدي اخول ايدي. اوكي. لا ليه ليه؟ لا يا حبيبي لا مفيش حاجه. انت مهما كنت مشغول لو انت بتحب بجد هتلاقي الانسانه اللي انت بتحبها بتيجي على بالك وانت مشغول. هتلاقي نفسك مش عارف تكلمها حتى لو مش لاحق تكلمها، بس ممكن تبعت لها مسج. ببعت. بتبعت. اه والله. طب ما ده حاجه حلوه. طب ما انت اقول لها طبخه ايه النهارده؟ طبخه ايه النهارده؟ انت ايه الاخبار؟ الولاد تمام؟ زي الفل. انا راجع الساعه كذا. يعني في تعليمات كده وفي حاجات احيانا بحس انها عايزه تخرج وتفسح وبتاع وتقول لي حاجات غريبه جدا. ده حب يجيبه ورا، حب يأخر. بجد يعني انت مع الناس اللي تحب الشمع وكده؟ ليه اوقات وبيبقى لطيف في عشاء او حاجه يعني. طب افرضي البيت ولع. البيت ولع. يبقى ايه الرومانسيه جابت لنا ايه؟ جابت لنا المصايب. لا هي المفروض تعمل حاجه تانية بالشمع. انا عايزه نمره. انت مرتبط؟ اديني نمرتها والنبي. بمين؟ مراتي ولا صاحباتي؟ احنا بنتكلم بصراحه. ما شاء الله الله اكبر. طب استنى بس عشان انا حاسس ان ده جواب ليا وانت رجعتي في كلامي. لا والله عشان خاطري. لا اصل دي ذكرى حلوه قوي فانا عايزه اخليها معايا واركز لك انت. أوكي. مراتي او صاحباتي. انت عندك مرات وعندك صاحبات؟ بس المشكله مش ملاحق عليهم. الواحد بيركز في شغله وحياته وبتاع، احيانا بيروح ناقد منهم شويه. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لما هو مخلوق سخيف قوي يعني. لا مش سخيف. يعني لا بيقول لك حاجات تافهه وبيتكلم في عشاء وبيتكلم في خروج وبيتكلم في شمع وبيتكلم والشمع. شمع هو احيانا بيهدي الاعصاب كده. يعني دلوقتي بقى حلو. لا هو بيهدي الاعصاب. يعني مره ولعت الشمع وقعدت ابص لها كده نمت. بسطت جدا بس خفت برضه تولع البيت. بجد احنا ما عندناش وقت. الزمن ما بقاش فيه وقت للكلام ده. الواحد مشغول يعني نلاقي وقت الرومانسيه ازاي؟ وايه هي اصلا الرومانسيه؟ هي ما لهاش وجود. ده ضحك على عايز اسالك سؤال. مشغول بتعمل يعني مشغول بتعمل ايه؟ بتشتغل؟ طبعا. علشان ايه؟ عشان الحياه بتتطلب ان الواحد يشتغل ويعيش ويعيش يعيش مين؟ اللي حواليه. بيته وولاده وكده. بيته وولاده. ولاده دول جايين جبتهم ازاي انت؟ جبتهم ازاي؟ يعني في سوبر ماركت جنبي كده بيبيع عيال. يعني في واحده مخلفاهم ولا متبنيهم؟ لا في واحده خلفت. طبعا ما شاء الله. طيب ومبسوطه وعايشه اخر حنة. لا واضح انها مبسوطه قوي. جدا. لا وانا لما هكلمها ما تنساش تديني نمرتها. انت هتبقى مبسوط اكتر بعد ما انا اكلمها. بقول لك والله اوعدك. بقول لك انسى. هتشوف بص كل الحاجات اللي نفسك فيها هتشوفها وتشوف اكتر منها. طب هتقولي لها ايه؟ لا هديها بقى نصايح كتير. هتنصحيها يعني تبعد عني يعني عشان انا مش رومانسي وكده؟ لا انا متفق. ايه اللي خلاك ايه اللي خلى يجي في بالك ان انا هنصحها تبعد عنك؟ ما عشان انت بتقولي دي التليفون. انا شايف في عينيكي غدر. شايف في عينيكي غدر. لا خالص. هتعملي فيها كده؟ لا ازاي؟ احنا بنتناقش. قالوا لي دلوقتي روح عبر عن وجهه نظرك. انا بكل بساطه بعبر عن وجهه نظري. ايه وجهه نظرك اصلا؟ ان مفيش رومانسيه. مفيش وقت. ومفيش وقت للرومانسيه لو لقيتها. لو الرومانسيه موجوده ملهاش وقت. انت عارف انت لما تكبر وتعجز وتموت. عارف هتموت ازاي؟ هبقى حاسس. هتموت لوحدك كده في بيتكم؟ لا. مفيش حد هيحس بيك. لا. الا بعدها بيومين لما لا ريحتك لا 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 تطلع لا. على بيت العمارة. اسمع مني بقى انا هتمولك. ليه بقى؟ لان انت طول ما هتفضل اناني مش بتفكر غير في نفسك. الانسانه اللي عايشه معاك هتحس انها عايشه ميته. لان انت مش في دماغك حاجه. انت عمال تروح تشتغل وترجع عايز تكب تنام.
ولا تحس ولا تحسس البني ادمه اللي عايشه معاك ان معاها انسان مقدر هي بتعمل عشانه ايه، ولا انه فاكرها اصلا، ولا انه هو بيشتغل عشانها. انت لو قعدت فكرت مع نفسك 5 دقايق هتلاقي ان انت اصلا بتشتغل كل الشغل ده علشان المفروض تسعد نفسك وتسعد اللي معاك. اللي معاك دي اللي بنت معاك كل الكلام ده، اللي معاك دي هي اللي كانت معاك اول ما انت اشتغلت، كانت هي واخده بالها منك كويس قوي علشان تقدر انت تركز لشغلك كويس قوي، جابت لك العيال وبتاخد بالها منهم كويس قوي عشان تقدر انت تبقى ذهنك صافي قوي للشغل ده. فابسط حقوقها عليك ان انت تديها ولو حاجه بسيطه قوي من الحاجات اللي انت عمال بتتريق عليها قوي دي. تمام تمام عندك حق، بس برضو تأمين مستقبلها حاجة مهمة. يعني ألاقي وقت لتأمين مستقبلها ولحياتها والولاد، ولا ألاقي وقت ولا عليها شمعة وأجيب لها ورد؟ أنا ضربت معاكي مثال، جبت لك ورد. الفلوس دي أنت إيه؟ أنت حسيتي الفلوس اللي أنت عايز تعملها دي عشان تعمل بيها إيه؟ عشان تبسطوا بيها، هتبسطوا بيها ازاي؟ هتسافر معاها سفرية؟ أظن كده واضح قوي من كلامك إن أنت ما عندكش وقت للسفر والهبل ده. طبعًا طبعًا، ما الحياة عملية عن كده. أحيانًا بسفرهم بجد. بتسفرهم هما؟ تسافر معاها؟ بتبقى مركز معاها في السفرية؟ ولا بتقعد على التليفون طول الوقت؟ لا، تليفون ليه؟ يعني بتبقى مركز معاها، بتعمل إيه بقى؟ في يعني مشاكل؟ لا، حاجات كتير يعني. انا بحاول يعني بوديهم مصيف بس بوديهم مثلا يومين واسيبهم وارجع عشان بيبقى عندي شغل لازم أأمن حياتهم. مصاريف الولادة اجيبها منين؟ مصاريف البيت ده، مصاريف الصيف اللي هم عمالين يلعبوا فيه في الرمل. لا، ما حدش قالك تقعد عاطل على فكرة، ما حدش قالك تقعد عاطل، هتشتغل. بس وانت بتشتغل لما ترجع البيت يبقى ليها وقتها، حاول تحسسها بوجودها، حاول تحسسها انها حاجه مهمه في حياتك. انا هحاول افكر في كلامك. انا حاسه انه مجهود كبير. لا. وافكر في فكره وجود الرومانسيه عموما، رغم ان انا مش مستوعبها، مش مستوعب وجودها مع شغلي اصلا. يعني ما هو لا ده 14 ساعه شغل و16 ساعه احيانا. ارجع اعمل ايه؟ ارجع ولاقي ايه؟ انت عارف ان مجرد ان انت تبتسم في وشها وتقول لها انا تعبان، ببتسم. خديني في حضنك كده وعايز احكي لك. انا النهارده صغير انا بقى ولا ايه؟ ولا لا مش عايز صغير صح؟ يعني بص هفهمك على حاجه عشان انا هخبطك بحاجه على دماغك. لا، انا اللي هروح اخبطها. اسمعني 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 عشان انا بتخنق من النوع ده جدا. اسمعك اوكي اسمعك، بس مش معنى ان انت بتطلب انها تاخدك في حضنها ولا ان انت تحكي لها حاجه تعباك ولا حاجه انت مريت بيها يبقى انت عيل صغير. ده مش معناها انك عيل صغير. الراجل مش ايه ده حضن ايه ده دلع ايه، الراجل مش بالكلام ده. الراجل بان هو يعرف يبقى راجل فاتح بيت واخد باله من الست اللي معاه وانها تكون مبسوطه. على قد ما كل ما كانت الست اللي في حياتك مبسوطة ده بيثبت ان انت راجل عارف تحتويها، تبقى انت راجل. احتويها، افكر في الكلام. انا حاسة ان انا بدن في ملطة. بص هقول لك على حاجة. دي دي طلعت عشان اغليها واعمل ايه؟ دي طلعت عشان لا، لو الواحد معدته تعبانة بيريح معدة جدا. عمرك جربتي مربة الورد؟ اعمليها مربة. ممكن اجيب لك اكتر وتعملي مربى. تمام، يعني هي دي وجهه نظرك عن الورد. بيتعمل منه ايه؟ شكلها حلو. مربى وحاجه بلغم للصدر باين. بيريح المعده. طيب خدي يا حبيبي. تعالي ندقها طيب سوا. لا انا تمام. انا عايزه امشي. اتضايقتي مني؟ لا يا حبيبي خالص. هو يعني هو انا حسيتيني ليه ان انا كائن فضائي؟ انتوا شله زي العسل اصلا. بجد؟ يعني البيت ده ما شاء الله. بص عايز يتولع فيه. خلاص اتفضل. ده مش انا. اخلص. ده مش انا. اوكي، انا شريف سلامه. اوكي، مساء الخير. احنا حابين نعرض عليكي نماذج سخيفه من الناس بتفكر بشكل مختلف. ف انفعالك ده قدم وجهه نظر محترمه جدا. بس انا دلوقتي متضايقه. انت متعصبه. اسيبك. يعني فكرتني بكم شخصيات بقابلها في حياتي.
ملهاش اول ولا اخر. اوكي. كتير قوي بيفكروا باللي انت قلته ده ومش مركزين ان دي انانيه. وان هم بجد مظبوط. بجد مش هيوصلوا لحاجه في حياتهم. مظبوط. غير ان هم هيبقوا ناس ما عاشوش لحظه سعاده. وده هدفنا من اللي احنا بنعمله، ان احنا نعرض وجهه النظر دي عشان نسمع وجهه نظر محترمه. اه بس كنت حسيت مصدق يا شريف قوي. ليه؟ ما ده ده دوري. ده دوري لان الموضوع ده ما يعملوش غير ممثل. عشان كده فكره الموضوع. والله اكلم داليا. شرفتينا. اساليها. اه. اسالي او اسالي الناس عني عموما. اطمن واتاكد بنفسي. سمعتي سابقاني. اتاكد بنفسي. اوكي بني ادم سمعه. شرفتينا بجد. وضايقناكي؟ سوري اسيبك دلوقتي. ضايقتوني. تيجي ننزل نقعد في مكان تاني نغير المكان ده؟ ضايقتوني ومرمطوني في الشقه دي. اتفضل. انا ماشيه بالورقه دي ليه معناها؟ هتصدقي كل اللي حصل؟ شريف انا مش طايقاك. ليه؟ مش عارفه. ليه قلت لك بنلعب؟ قفلت والله. السلام عليكم. لا قفلت منك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش طايقه الزياره. ليه؟ بالبيت يعني كان يوم اسود يوم ما جيت زورتك. طب استني. انت نورتينا. يا اهم حاجه نورتينا. جيت نورتكم وانا نورتكم فعلا. مين الورقه معاكي؟ يا حبيبي ذكرى للحاجات اللي سمعتها اللي بتفكرني بالنماذج الجميله الواحد بيشوفها في الحياه. بس موجوده فعلا. موجودة؟ هو مفيش غيرها حقيقة. مفيش غيرها. طب خلينا نقولي احنا دلوقتي كلمينا بس عن النموذجين دي اللي شفتيهم النهاردة. يعني قولي لنا ايه انطباعك؟ اوحش نموذجين الواحد بيقابلهم في الحياة، وهما كتير الحقيقة. يعني بجد بقى في كتير قوي مقتنعين ان الرومانسية دي حاجة تافهة وملهاش لازمة، او شغل الست اكتر فعلا هو يعمل ليه ويقول ليه ويدي ليه وبتاع. والباشا مطحون في الشغل. برنس. اه بس هم مش مستوعبين انه بجد مهما كنت مطحون في الشغل البني ادمه اللي عايشه معاك دي ليها حق عليك. وان باي تايم يعني انت بتبني عشان ايه؟ انت بتبني علشان تبقوا سعداء. العجله بتاخدهم لدرجه ان هم بيبتدوا ما يحسوش انه السعاده اللي انت بتبني عشانها دي انت مضيعها اوريدي. عبال ما تيجي تلتفت تقول لها يلا هنبسط اصلا هتبقوا كبرتوا قوي. ونمره اتنين ده لو هي لسه موجوده اساسا. وهي طلباتها مش كتيره. هو فاكر ان هي طلباتها كتيره. انا زي ما قلتها الست تعمل لها حاجه قد كده، تديها حاجه قد كده، بتعيش عليها شويه حلوين. بس هي تحس ان في حد حاسس بيها. اهتمام. ان هو بياخد. انت بص انا مش طايق. اوكي يا شريف. معرفش ليه يا شريف مش عارفه اشكى فيك. انا حاسه ان انت مقتنع باللي عملته. بجد؟ كويس عشان عصبتك ووصلتك للليفل ده. هدمرك حياتك يا شريف. اقسم بالله هدمرها يا شريف. وانت عارف ان انا اقدر. يعني مش حد بس مش عارف اوصل له. لا خالص. لا لا ان شاء الله. بس انت انت بقى بالورقه دي يعني ده انا هي دي بالنسبه لك العلاقه. ده بجد مش جواب غرامي. مش غرامي. دي النصايح بتاعت الباشا. ان هي يعمل ايه وتعمل له ايه وكلها حاجات هي اللي تعملها له. هو ما جابش اي حاجه. بس انت كنت محاميه شاطره جدا وفعلا قدمت وجهه نظر مهمه جدا ولازم الناس تسمعها وتفهمها فعلا. والله انا اتكلمت من قلبي الحقيقه. هو ده واللي انا حسيته. هو ده وهو ده. يا رب ياثر. هو ده هو ده. يعني هي هيفكروا. هي دي لو ما تغيروش هدف زيارتك. هو ده الهدف. يعني لو الزيارة هتبقى عملت حاجة كويسة للناس يعني الحمد لله. لكن أنا اتحرق دمي مش مهم. بس يعني لو الزيارة دي هتغير فعلا هنعوضها لك إن شاء الله تفكير رجالة كتير يبقى يا ريت. أنا عازمك بكرة على العشاء. لا أنا مش عازمك. أنا زي الفل كده يا بيه. ميرسي جدا وفرصة سعيدة قوي. نورتينا. بص يعني بداية علاقة وحشة قوي. شريف مش هدمر لك بيتك. أقسم بالله لا أدمر لك بيتك. حسين. أنا حلفت. ده حسين. أنت. طب تعالى أوصلك. نورتينا. ثانك يو. باي باي. باي.